الأخت الفنانة القديرة وتلميذتي هي ست في هذا العمل، شكرا وبارك الله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا إفريش ممكن أن نضع عدة مجموعة بجانب بعضها وتعطي إفريدا كامل على الحائط طوبة. هي زخرفة إسلامية ونباتية وتدخل الحيوانات أحيانا بهذا التصميم الفنوسية، وأيضا من الفن الواقف الجميل تحتوي على زخرفة إسلامية متداخلة. من قمم الإبداع تسطح في رياله، من قمم الإبداع تسطح في رياله، وفي غاية الروعات يحلو المقال. بفن الطلق في النحاس ماثلة، بجهد في رياله في الأمثال أمثاله. تغنت بها الأشعار من قبل خلقا، واليوم في فنها يبدع السجال. هذه بنت الموصل الحدباء جالية، كالشمس تشرق وفيها الكمال. أعتقد في ظني والله أعلم أنه هذا من المعارض النادرة بكل الجوانب المختلفة. أولا بالنسبة للفنانة الأخت فريال العمري، وكذلك بالنسبة لمسيرتها، مثل مسيرتها الحياتية الذي صار أكثر من 50 سنة هي في هذا العمل، ولم تتعب ولم تتأخر، وأنتجت إنتاج يعني فعلا مذهل في كل الجوانب. لأنه هذا العمل هو لا يشمل فقط التصميم ولا الرسم ولا النحت ولا الـ يعني مثل ما نقول القدرة الميكانيكية والآلية، فهو معرض شامل، بالإضافة إلى أنه يعكس في موضوعاته تاريخ هذا البلد كاملا. أسأل الله أن يمد في عمرها وتستمر في هذا المجال الذي هي الآن يعني لا يمكن أن تتصور أنه ممكن بهذا العمر وبهذا هذه أن تقوم بهذا العمل، فهو عمل خارق وجبار. عندما أصبحت معلمة للتربية الفنية توجهت لتعلم الفن من خلال دورات للمديرية العامة للتربية. كنت الفنانة التي تظهر أمامكم اليوم بهذا الإنتاج الفني الذي تناول مختلف المواضيع، تاريخية، تراثية، جمالية، معاصرة. واستعملت النحاس الذهبي والنحاس البرونزي وبطرق مختلفة. أسأل الله العلي العظيم أن يساعدني ويمدني بقوة لكي أخدم هذا الفن وأخدم الموصل وأخدم العراق من خلال حضارته. لاحظنا هناك اهتمام واسع بهذه الفعالية الثقافية التي إن دلت على شيء فتدل على أنه أهالي الموصل بشكل خاص وأهالي محافظة نينوى بشكل عام حريصين على مواصلة الدعم الثقافي والفني والنحت على النحاس والأمور التي تخص الجانب الأكاديمي والثقافي في هذه المحافظة. كما تخلل هذا الاحتفال تكريمي شخصيا من قبل المجلس العربي للأكاديميين والكفاءات بشخص الأستاذ الدكتور حسين سالم، حيث منحني كتاب شكر وتقدير تقديرا لمحاضرة سبق وأن قدمتها في هذا المركز، والتي كانت بعنوان تفعيل القطاع الخاص وأهميته في التنمية الاقتصادية. ريال العمري فنانة من فنان الموصل المشهورة، قدمت في هذا اليوم معرضا خاص عن معرض اللوحات المعدنية. هذه اللوحات جميلة جدا، تتحدث عن آثار الموصل وعن تراث الموصل. أرى أن هذا العمل لن ينسى، فهو عمل جميل جدا، وهي لأول مرة بالنسبة للموصل تقدم هذه اللوحات المعدنية الجميلة. فريال العمري فنانة تشكيلية رائعة، ثرة بعطائها، غزيرة بإنتاجها، أنتجت ما كل ما يخص من تراث موصلي وآشوري وعالمي. ثبتت على لوحاتها النحاسية أجمل
ما سطره التاريخ من مشاهير ومعالم زادت به إنتاجها الثر. شرفنا اليوم بحضور معرض الطرق على النحاس للفنانة الموصلية المبدعة بريال العمري في مركز يوسف بن نون، ذلك المركز الذي يحتوي تلك النشاطات الثقافية الطيبة في مدينة الموصل والتي تتألق يوما بعد يوم بحضور هذا الكم البديع من المثقفين والشعراء والأدباء من أبناء هذه المدينة الطيبة الفاضلة. حضرنا نخبة من فنانين المحافظة من تشكيليين وخطاطين ورسامين في هذا المعرض الجميل، فكانت شعلة من الإبداع والتقدم وتطور مدينة الموصل. الموصل الآن يعني ممكن أن تقام فيها المعارض وتقام فيها المهرجانات والاحتفالات الدولية، والافتتاحية كانت الست فريال العمري هي اللي افتتحت هذا البهجة الحلوة لأبناء الموصل ولفناني الموصل.